واشتغلت في مكتب الرئيس أنور السادات أيضا. أنا كنت متخرج جامعة أمريكية في فبراير 74، شاب صغير ولسه متخرج. ومصر انتقلت في 6 سنين من منظور سوداوي بعد 67 إلى تفاؤل وثقة في 73. وأنا بتخرج فأعمل إيه؟ هعمل إيه؟ اتصل بالوالد مش بيا، مكتب أشرف مروان. قالوا سمعنا إنه فلان بيتخرج وعنده اللغات، طب ما يجي يشتغل معانا. فروحت معرفوش. فروحت اتكلمت معاه، وكان بصراحة على المستوى الشخصي جذاب جدا. وشاب وانا عايز لغات وعايز كذا، حاضر. بس قلت له بس انا هتجند بعد شهرين، يعني احنا في فبراير هتجند في ابريل. قال لي مش مهم، تتجند في حرس الجمهوري. خلاص ماشي. فاتجندت في حرس الجمهوري. انا بحكي القصه دي ليه؟ انا طالع من جامعه امريكيه. جامعه كلها كان فيها 1000 نفر، 800 نفر حتى، 800 طالب. عدد قليل. عدد قليل وليهم طباع معين. رحت بقيت موظف حكومي في قمة المؤسسة الحكومية المصرية في الرئاسة، وبعديها بشهر هكون عسكري في الجيش. كل ده بيحصل وأنا لسه بحاول أبص قدامي. يعني مستقبلي هيكون فين؟ فاتعلمت من العساكر، اتعلمت من الموظفين. تجربة جيدة طبعا. يعني طبعا ومش سهلة طبعاً. إنما جيدة جدا، لأن في النهاية وجيدة جدا لواحد في النهاية اختار العمل العام. أنا همثل كل المصريين، مش همثل المصريين في جامعة أمريكية، همثل كل المصريين. فيجب أن أبقى عارف. أيوه. وبكل أمان، مع أنه في بعض الحالات صعب جدا أنك تتفهم أسلوب التفكير، إنما في جدعانة مصرية فوق الوصف.